لزيارة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى مأرب في أول زيارة له إلى هذه المحافظة، والتي تتزامن مع الاستعدادات لمعركة تحرير العاصمة صنعاء. الرئيس اليمني كما نتابع في هذه الصور وهذه الفعاليات جاء لزيارة محافظة مأرب برفقة عدد من المسؤولين بالمحافظة، وكذلك أدلى بمجموعة من التصريحات لعل أهمها التعهد بتحرير جميع محافظات اليمن ورفع العلم اليمني وعودة الحكومة الشرعية إليها. إذا نعود إليك